السلام تحية ورحمة الله وبركاته رعاكم يا أصحاب الكرامة والجود والبيتية بالخير والزهة. ندعو يدوم هناكم وجعلنا غوشكم في الوطن صدى ضيا وجعلنا رعاكم واخذين رضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم أيها الجمع الطيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في داخل روضة الخبرة الدولية للاحتفال بالزي الشعبي لأطفال رياض مدينة جدابية. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شكرا لكل من لبى الدعوة، شكرا لكل المعلمين والمعلمات، لكل الإعلاميين الموجودين، للجنتنا المحترمة أكيد لهم كل التحية والتقدير. نسمع تحية كبيرة وترحيبية للجنة التحكيم. الحضور الكريم من الاباء والامهات واولياء الامور جميعا والاطفال، وتحية لمجلس او روضة الخبرة الدولية على احتوائها لهالمهرجان الرائع صراحة، يعني باين من التجهيزات ومن الاستعداد اللي فيه وجابونا هالجو الحلو صراحة لنا زمان عليه ولنا زمان ما شفناش. طبعا المهرجان الزي الوطني نحن قريب نفقدوه الاشياء هذين، فياريت يكون فيها مهرجانات متكرره ومتتاليه عشان نتعرفوا واطفالنا يتعرفوا على زينا الوطني ويحبوا. بارك الله فيكم. أسعد الله صباحكم جميعا بهذه الأسبوع الطيبة في هذا العرس الوطني الجميل الذي يسده لنا أطفالنا أطفال روضات مدينة جدابية. أتقدم بالشكر للإخوة أولياء الأمور الذين ساهموا في أطفالهم. أتقدم بالشكر إلى الإخوة العاملين على إعداد هذا الحفل الرائع، الحفل الفني التراثي الشعبي. أتمنى التوفيق للجميع. أتقدم بالشكر لروضة الخبرة الدولية على تبنيها لهذا المهرجان وعلى رعايته. زي ما قالت الأب العامة، إحنا نفتقد لهذه المهرجانات الشعبية والتراثية والوطنية التي نعرضها أبنائنا. نأمل من الجميع، أتمنى لنا التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم سعداء بوقوفنا في ميدان بناء الإنسان، البناء الحقيقي، البناء من القاعدة، البناء الذي تساهم فيه هؤلاء الشباب بهذه اللحظة. يسعدني أن أقول أن ليبا فعلا في إطار بناء حقيقي وبناء جيد. وأشكر روضة أو مدرسة الخبرة الدولية، وخص بالشكر الأستاذ حسن مقيس، ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم متعة المشاهدة والاستمتاع. الله يصبحكم بالخير، والشكر جزيل الشكر لمدرسة الخبرة الدولية ولكل القائمين على هال الحافل المميز والرائع. ونقول لكم هذا طفل عينه على فرح، وهذه الليل تبني الراحة على الله يبلغ، على الله يبرى جرح وبات وهدايا فرح. الجزيل موصول لأبنائنا الأطفال بروضة الخبرة الدولية.
والمعلمات على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة التي تهدف من خلالها إلى تعميق وترسيخ الأصالة وارتباطنا بتراثنا وتقاليدنا. شكرا لكم على حضوركم ونتمنى أن نستمتع بهذه الأوقات. اللجنة المنظمة للمهرجان الأستاذ حسان الصبحي ليوضح لنا آلية وكيفية المشاركة في المسابقة. المشاركة حيكون طبعا نظامك الآتي، تكون 3 دقائق على خشبة المسرح لكل عوضة، دقيقتين للمرور ودقيقة أمام اللجنة.
الصاحب اللي تلقاه وقت الكرب هذا كل صاحب صحيح الديره. نقي معدن صادق وواضح دربه في شانك يضحي كل شيء يديره. صاحب عزيز وفاه كفيس مربى ويحتار وين ينظر صاحبه في حيره. حتى في المحاضر تذكره تفخربه وما يهم من يبقى ولي عشيره. المهم صاحب في الكدر والضربه صاحب الصادق كسر هوش كبير. المهم صاحب في الكدر والضربه صاحب الصادق كسر هوش كبيره. ورفيقة الشربة شيء واجب شربة واليوم كله حتمشي حسب تفكيره. وزيني تعب في دناها وقربة وعدول شد عمرك ما تراجي خيره. والأصحاب يفرقوا الأنواع كيف الطرفة فيها اللي رملة وفي السرير. نفسي ونيابة عن اخوتي مدرسة العلا جدابية انا اتقدم بجزيل الشكر لاخوتنا مدرسة وروضة الخبرة الدولية على ما قدموه من هذا الحفل الجيد المميز الذي يحيي تراثنا ويحيي اصالتنا ويحيي حياتنا البدائية الطاهرة التي كان يعيشها اجدادنا واباؤنا. ونتمنى أن تستمر هذه المهرجانات. وبرضو أحيي جميع الإخوة من المدارس المشاركين أحييكم جميعا. باسمي وإصالة عن زملائي بإدارة مدرسة العلا بجدابية إلى روضة الخبرة الدولية التي أسرفت على هذا المهرجان الذي يحيي تراث الشعبي الليبي الأصيل الذي يعبر عن الأصالة وعن العفة وعن البدوية الليبية المميزة. ونتمنى للجميع التوفيق. فعالية جميلة جدا اللي تقيمها اليوم مدرسة الخبرة الدولية وحضور رائع من الطفولة الرائعة البراءة. بصراحة نحيي اللجنة اللي تقيم فيها العمل الرائع ونحيي الناس اللي مشرف عليه كلها من مدرسين ومعلمات فاضلات لهم كل التحية. تراثنا أصالتنا. طبعا احنا نحيي جميع الجهود اللي قامت بالمهرجان هذا لان مجهود يشكر عليه بصراحه مجهود كبيره فيه. ونحن دائما نطالبوا بمهرجانات زي هذه للاطفال عشان لما يكبروا يقعدوا على الدنيا انهم هم في زي وطني خاص بينا فهم دائما يكونوا متعودين عليه زي عربي اكيد. ولكن نحن اليوم مهرجاننا ومسابقتنا عن الزي الليبي صرف يعني ما فيش ما يكونش فيه لا تونسي ولا جزائري ولا من أي دولة عربية أخرى.
الشيء الآخر اللي ننبه عليه الأمهات على وجه الخصوص والمعلمات الرياض الأطفال في أي حفلة وفي أي مشاركة، إن هو وضع عدم وضع مساحيق التجميل للبنوتات الصغار، لأن فيها ضرر صحي من المواد كيماوية وتكون على البشرة الطفلة وفيها ضرر عليهم، ولكن مجهود رائع جدا لهم جزيل الشكر عليهم.